على كل حال، المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذ حسن ترك، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. كلمة مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقة مهمة للغاية، حملت 5 محاور لمواجهة أزمات المنطقة. في البداية دعني أخذ يعني رأيك أو انطباعك الأولي عن هذه الكلمة يا فندم. هي كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أمام قمة جدة أو القمة العربية الأمريكية كما يطلق عليها التي حضرها الرئيس الأمريكي بايدن، إن أصدق عنوان يعني ممكن يقال عليها إنها كلمة كاشفة واضحة قوية جريئة جدا. هو تعامل كالطبيب ويشرح المرض ويقدم شتة العلاج. إذا كنتم تريدين سلاما فلا بد من هذه المحاور الرئيسية الخمسة المهمة لكي يعود الشرق الأوسط والعالم كله ويعيش بالسلام. هم الآن بعد حرب روسيا وأوكرانيا اتضح أهمية الشرق الأوسط ومدى تأثيره، والكلمة القديمة التي تقال كنوز الشرق، فعرف فعلا كنوز الشرق وأهمية الشرق الأوسط، وألمح لذلك فخامة الرئيس أن مصر والبلاد العربية سيكون لها في المستقبل القريب القادم قوة أساسية وليس في العالم الأحادي المنفرد. سيكون في شأن البلاد العربية قوة مثل كل القوى الأخرى الموجودة في العالم. فنسمن على كلمة الرئيس، وقدم الروشتة، والبداية طبعا كانت القضية الفلسطينية من أستاذ حسن، يعني أنا بعتذر لا أستطيع سماعك بوضوح، لو حضرتك تنتقل من مكانك. تفضل يا فندم. أستاذ حسن، إذا فقدنا الاتصال بسيد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي. أنا بشكرك شكرا جزيلا على أي حال.